فعالية النسخة الثانية من منافسة أوديسا الجهوية لريادة الأعمال انطلقت ببني ملال تحت الشعار ميثاق الاستثمار الجديد نحو تشجيع مهن المستقبل والارتقاء بمستوى النشاطات الاقتصادية بجهة بني ملال خنيفرة. يتم إعطاء هذه النسخة الثانية تحت شعار الميثاق الجديد للاستثمار أي مهن للمستقبل والارتقاء بالمستوى بالنسبة لجهات بني ملال خنيفرة، وذلك من أجل توجيه أفكار الطلبة. الحدث يسعى إلى تعزيز روح المقاولة لدى 46 ألف طالب وطالبة بجامعة السلطان مولاي سليمان و24 ألف متدرب ومتدربة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من طرف المركز الجهوي للاستثمار. هذه المنافسة تأتي أيضا في إطار تفعيل المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030 اللي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وخلال هذه الدورة تم توقيع مذكرتي تفاهم بين مشروع التنمية السوسيو-اقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة والمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة ومؤسسة خلق المقاولة التابعة لمجموعة البنك الشعبي. الاتفاقيات تروم تشجيع الدينامية المقاولاتية بجهة بني ملال خنيفرة.